فيرسو او كفايديسو فاليها قرنكا فرتها اسكو فيقن فاليها قرنكا كوما فورره فاليها قرنكا فكردو حسو بندقيو وامدان وحفوغينينين وامدان وحفعلين وفلاقين تيفاهنكينا فرتها اسكو فيقن فاليها قرنكا كوما فورره فريسو او فيرسو فافاهينا دا فاليها قرنكا فرتها اسكو فيقن فاليها قرنكا كوما فورره فكركاغا وامهيم فاليها قرنكا. بسم الله الرحمن الرحيم إيحي سيال إسوغيال إطرار ريال هبين والبو أحد سو قليل سو إيف فريس تيال باشا ليال أنيغاني مكانوغا يال كسو دوادا برنامج كيني برنامج كيني فاليها خرنكا إعاوة آن نيغو تلقلني هو يال أبا يال أبا يال إيد يال أبوت يال أبشحن يال أولن يال أصحاب يال دل جوغ يال ديبت جوغ يال إن محان كولي يهي إن سخير إي كبير يال إي كو كور يال وسلام انتهين وحكو سلام انتهين سلام تا مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاكلون يقول سلاما لحكون لح بخل لحذن إلى لحظة أيضات أذكران ككوبا يعني عدد ديسا وحد كسر لواتان وركا شنب كيس جيت كلو يقانو علي قربك لكن نجمة قرب نخلص إلهي باري وعن قرب ناقل وعم الله عاش قروا الربي علي قروا ولا راي جيت كلو يقانو ما قاعد يمسيه ما لنا يبحان عاش قرب ملو بدل كرو جيت كلو يقانو علي قرب كأما جيت يهود كأمان الله أمان الرسول أو سوين وقصوا بدن أي وطن كسوماليا يا نو كاني وايدة أصل كيس صرت أنت سكي ماذي ما خوي جرين في يور لأنه بيحجري حتى دقالدان وحي ريبين إيجار لطهاية جيد يهود فيلو وحالة قريها أو أطنطا بر أطنطا إيه حال حبا سانا كرر ولا بحا لا لا خلق برسدا لقلا جيف قال لقلا مسخوشا لقلا سرطة لنا لقريها جيب لباتة بضان أيوكو هيا داتك سوماليات علي قرب وانو تالا أني أذيه waxaa kala ka mid ah qodobada caawa aanigu hayno barnaamijka faaliyaha qaranka laamiyada magaalada Muqdisho oo dhawaan dawladda Turkiga ay ku sameysay dhisme ballaaran qurux badan laamiyalka adduunka camal madow dhuxul camal baabuurkii karkeeshinka gogbob dhahay waa neemsade maxaa staraa marka marka anaga hadda waxaan wadnaa ihir bunna idub malahelayaan u malaha ihir bunna idub waa laba arin aan isla heleenin laamigi la qurxi juhdiga la gili dhibaatada afwan dhibaatada loo maray dad dhan wadankooda ka imaadeen kaali arag intaas baabuur intaas laami laamigi hadda waxa asnaqdi sidii dagaaladii afarta bilood بعاد سوكسا دي بعاد بعاد حاس كوكسا شالي بعاد وحاس كوكسا هاي حبضها ويفتضي ان يكون عدد جديد هاي لاميقا حتى بعاد كي سوكسا دي وابرتي يا عملاء اصلا فرحان اسك فردن يا لاميقا بعاد سوكسا دي خشن بركن اسك ركتي خشن بركن اسك ركتي بركن لاميقا لاميقا اسيقا ما اذب دارن اسي ما قر دارن مصو حاس ويسن يهي دات سومالي اي موادن اي او لاميقا خشن كي بعاد كخاضو تركيا ما لنا يا تنا كالي بعد كان يخشن كان لقى جورا إيه إيحير بقنا يدب والله ما لسه هلايا وحكمتي هاي خذ بضع عوا عن برنامج كينا فليا قرنكا أغني جهينا وحكلو كمتا بندذي أنسلوتي أي مجال هذا مقدسه كتالي خرك أي سارنتا إني دنت شبكو كجيرو هواو أبو شوف أورجينال وياي أورجينال كان هذا عمل ما
شب داعت لو سوبي واي داعت برسمات كي شب كي لسوبي هاي كنيني برسمات كي جري كنيني وحاسا هاي كواليتي له شمان دادا كواليتي هاي لهاد ملايقة كواليتي هاس لهاي محان كولايا ان وحوال بو كواليتي هاي لهاي حدا كواليتي مالي شب لما حرسي اكسو للمدا لما حرسي لقاع كاليجيز هل لقاع كاليجيز هان كولاي عاسيجيز كفديستو أمانة الله سحن اسنخا سحن دتك فولان هيلوين خايان هيلب وانا لا اركويا ولا دايويا ولا فيري هويا يا امخا دتكينه واسك مران ولي دلا هوسك في فريستان باورتو واسك جوكس هويا يا سوبيها مركا وحاك الله كميت اخذ بضع عاوة اغني هاينو محاكيني إن هي أذاها جرجركا معاون ضوضاء كوسو بيغان هلي يذا أيسوغو أن دلجي ذا بيرا أما دلجي ذا بيرا صوماليات محاسات لباتا أو أي أرنتاسي كالاكولمان بيرليدا هي أذاها وقتي أي وحكينان وحالا ذا سعد ما يفير صدان وقتي دلجي سوغو أيو أي معاون كينان وقتي جي جي ذا هويني جيرو ذيكو قنبيني جيرو ذا خلا بادينا عاوة ايو كمدي هاي محاكا تقانين فالكا فالكا محاكا تقانين وحواية فالكا ورياشا فاليها خرنكا ايا صوب بندقي دونا ماذيس كهد لايو ارنتاس ماذيس فالكا كهد لايو ايا وحيانا صوب بندق دونان ورياشينا خار كميت اه ايه فاليها خرنكا قضب كاسنا وكميت ايهاي لان تذا لان تذا لان تو اكسي سينا وملا لان تو سيلو ديلي لان تو لان تو لان تذا اولا اوكي هاي اني كميت هاي لخان كسو ماليات ايا هاتن اسكو بدش سي هيسها وسترنكا اما هر قلبتكا خذ بضع عوا ايو كميتي هاي انتاس ووركا شنب كيس وعد كسود واتين وركا سنيس كسود واد سنيس جيتك لو يقانو ابو ابو علي قروب وحالاذا ينتسكي إمادي أعوذ بالله من الشيطان بدا ماسك صوبحي وويغا ماسك صوبحي رولك ماسك صوبحي عرق ماسك صوبحي أنا إلى حد والي أبناي حابتنا على خرصدي حابتنا على خرصدي علي قروب لي أعوذ بالله توق مجرين ولا يوساكيني ولا حابتنا على خرصا اسكوير اسكوسي اسكوس واكا بحي من يالكينا مال أركايو أسيليكو مقضى وكو سلامة وساكا هوريا جيت كعلي قراب كليراد وهو ذاك السنة أما جيت يهود كا أسوين وقصو بدن أي وطن كصوماليا صومالي وحول بقصو بده هو يا دتك يدي بتجري وانو إما هو يا وحول بقصو بده هو يا أو علي قراب أذي أنت وسعتا ويد أنت وسعتا لباتو وين أيوكو هايا دلك إيه دتك صوماليات قضب كاسي وحكا هدلايو وذي جيجا اما صاحب كيجا فرح علي وهلية فرح جيد يهود واستغاني ناو ملايا ابو جيد يهود كا اما علي قروبكا لباتض اوليه هاي ايالا غاروا فرح سو قابا قابيه يا ابو جيت كلو يقانو جيت يهود كا اما علي قروب كا ايا نباتو ينكا لدوان كوهاي الشعب كا سوماليات هابا او بدنا داني كوا كنول مقالة دا مقدشو جيت كلو يقانو علي قروب كا ايا وحو كا صوبحاي ودو ينكا نحمر حافظها هريروه دا يولي با ميل كستو dibaatooyin ka oo ku hayo shacabka Soomaaliyeed ayaa waxa kamid ah arsigo qodax xoog badan
oo haday ku muddo aad bood boodaysid isla markaana cabaadaysid ilaa iyo muddo daqiiqada ah ayaa wataa geedka cali garoobka. Haddaba waxaa jiro dad markuu muday geedka cali garoobka qodaxdiisa u dhintay, dadkaasoo sokor qabeen kadib markuu muday meeshina infisyon ee qaaday, qaar kalena lug ayaa lugahoodii ayaa laga gooyay. Haddaba wax faa'iida ma laha geedka cali garoobka loo yaqaano, asagoo qashin kugu badiyo qodax ku mudayso isagoo leh, iyo weliba meesha uu ka soo baxo inuu geed kale ka soo baxo ma ogola. Haddaba su'aashiis weydiinta mudan ayaa waxay tahay, sidee loo ciribtiri karaa ama loo baabi'in karaa geedka cali garoobka ah? Dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka hadlay mara mikrofoonka barnaamijka Faaliyaha Qaranka la dhex marnay shacabka Soomaaliyeed, ayay wixii sheegeen dhibaatooyinka uu leeyahay iyo weliba sida loo ciribtiri karo. Geed yuhuudka ama geed nacaska ama cali garoobka wuxuu leeyahay dhibaatooyin waaweyn, sida dadka sokorta qabo ama dhiigkarka qabo haddii uu mudo ama uu duro, dad badan baa u dhintay. Marka guddoomiyaasha degmooyinka waxay ka codsanaynaa geed yuhuudka inay si fiican ula dagaalaan oo la gubo oo la xaaqo. Horta geedkaasu markii hore ee dalku anagu waxaan u aqoon jirnay keligii noole, cali garoob in laga bedelo keligii noole la yidhaahdaa u fiican, sababtoo ah meel uu ka soo baxay geed kale uma ogolaanayo. Fiyorooyinkan iyo geedahan kale waa xoogsanayaan iyo biyaha badan, ma horta geed kale oo nool wax la yidhaahdo geed uma ogolaanayo. Geedkan dhibaatada uu leeyahay waxaa ka mid a qodaxdiisi qofka ay taabato aad bay u xanuun badan tahay. Xanuunku waxa uu sii dheer, kankaray sii qaadi, lugta ama gacanta waa goosmoon. Xoolaha marka ay cunaan, taranka ugu badan ee geed adduunkan ka baxa waa geedka ugu tarma badan. Geedkan haddaan dalku laga qaban dhibaatooyinkiisii, midda kale dagaalo iyo rabshado iyo dhac iyo boob iyo burbur nooguma horeyn geedkanu. Hase yeeshee waa inaa si wada jira uga hortagnaa geedka loo yaqaano cali garoobka. Nin kastoo hadduu hallaan ka soo gaara ha gooyo, midkii jiridda ka goyn kara ha ka gooyo, waxaa noogu jirto dan weyn. Faarax Cali Wehliye, Faaliyaha Qaranka, Universal TV, Muqdisho, cali garoob. Laamiyada magaalada Muqdisho oo dhowaan dowladda Turkiga ku samaysay dhisme ballaaran oo soo celiyey bilicsamadii hore weliba mid ka fiican, maasha Allah, jisaarnimo ma fiicna. Magaalada laamiyada ku yaala Turkiga, Allah yaqaliikum, horta waa noo dhiseen ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo. Okay, magaaladii laamiyadii haddii noola dhisay annaga waxaa nagala rabay in wixii noola dhisay shali soo ahay laamiga waa arkeeni maanta soo yahayna waa ujeednaa in wixii annaga noola dhisay annaga inaan xanaaneysano. Laamigii wuxuu bilaabay inuu bacaad hugsado dagaal 4 biloodkii camal, qashinna uu barkado. Bacaadaas hugsadi, qashinna waa barkadi. War kan ku soo shiwaaya qashinka Soomaali ma aha miya, war muwaadan ma aha miya. Bacaadkan iska dhaaf horta bacaad ma la soo shibi karo amar Alla waaye. Haddana dadaalaa loo baahan yahay in bacaadkii la xaaqo, qashinkii la guro. Yaa umaqan aw laamiyow, yaa ku umaqan. Masa Turkigan dhehenaa manoo dhisinoo haa kaaliyo noo xaaqa. Marka Turkiga marka dad badan iskeena, haddana lama markab ama lama dayuro oo wax iskeena oo iskoobayaal Turki wataan. War iskoobo Turki ma iskoobo Soomaali ka fiican waa maya. Aamina, laamiyada wasaqdooda iyo qashinkooda iyo bacaadkooda adankaa sugeynaa. Falya tafadal Aamina, soo dhawaa walaashay. Wadada Maka Al-Mukarama oo marin muhiima u ahaa shacabka Soomaaliyeed iyo gaadiidka dowladda ayaa muddooyinka ugu dambeeya waxaa noo dayactiray dowladda Turkiga. Hase yeeshee, dowladda Turkiga markay noo dayactirtay kadib waxaa lagu arkayaa laamiga ama marshabiyeediga ciid buuran buuran oo buuxisay laamiga la maraayo waddooyinka. Haddaba maxaan sugaynaa? Dadweynaha Soomaaliyeed wuxuu sugayaa? Haddii naloo dayactiray, ma waxaan sugnaa inay Turkiga oo guryahan inta noogu yimaado oo noo nadiifiyo? Miyaanu sugnaa? Waa maya, waa inaan iska nadiifinaa, waa inaan carada laga qaadaa. Waddooyinka iyo marshabiyeedada iyo qashinada lagu shubayo waa in laga dhowraa, waayo waa bilicdi magaalada.
ربنا سين لامي جنو حاجة جين لامي جنو أنا 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 حقنا وقرب سينا هذا أنا عن قشن كيس كقادو إنه عيب إنه قط هذا أنا دولة تركيا عن قشن كإنه قادو وعلو بهاي هاي شعب كصوماليات إن إس حكم يلان عد والبا عد كزور جدا جارك إنه وحسكوت الدرسان كدي بعيد الله رضي على ما لامي جنو ماشي ذل وسوع ليه هرا وحلو يري دل دت كيس أدسته dalka aad ku arreysaan oo dhalalka iyo quruxda iyo macaanta aad u raaceysaan dadkii lahay un baa dhistay adinkana waxa la idin ka rabaa dalkiina inaad dhisataan oo nuur nuurkaas aad arkeysaan aad u sameysataan dalkiina aamina macuu abdulle faaliyaha qaranka universal tv muqdisho buundadii ansalooti ee magaalada muqdisho buundadii ansalooti ku taali magaalada muqdisho waa taqaaniin meel walba joogtiin waa taqaaniin وحي هالس وتهي مش دوني أنا قتي مش دوني تضواتي أفرتي مي الله لسي أمانة الله أمانة رسول تضواتك إيه أفرتي أما دلنا هنا أم لا مسوا دلنا يا كوان وبكش فاين يا كوعين إيك تضواتي أفرتي إلى دوار تاعك يا بلوم بلي يا قلي وحا قلي بلع قلي دلخا قلي إنجرا قشي خنجعيلا قلي بودا قشي دولي مكولال وحكة مخن ملي إذا لن دول شعمل وي تور تعمل قيق 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 hosteeda waxa mara baabuur fara badan dada iska fafadhiista ilma socdaan lama xirsiya kala almada oo san ah waxa leedahay buundada kala ma jacshay amorati miya amorati lama xirsi lofa u xiran hal xabba leh hadii soo dhaco caasiga isku fadhiisto waasna qaha saxan saxan dadka caasiga fuulaan waxay naqayaan sukhaar sukhaar waa taqaaniino sukhaar ay naqayaan sukhaar maxaa loo fiirsahaa marka يا أمكم بوندا دهنا مس إلهي هول دو 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 كسر هذا على سجى إلهي ما نقصه أنت إسلام أمدنا ومحمد الله كبد باديو هداي شير سنة هداي شوخ سنة عو تمن ساعة مال هدنا عو تمن ساعة مروق لواك سو مال مال والبوا جيف تان كو هو ماشي جيفا وو وو قاس حتى مو أقولني إنك دنتو إن بوندا ده أنزلوتي وقعد هاي قطب كاس أرنك حد لايو وها إنه هيا وريه هنا صاحب كيغا عبد محمد الكعسة الكعسة الك أحمر بوندلا بوندلا أبو بوندلا أنزلوتي على سوقيا وها سويف بحي عبسي لك قبو بوندلا لبعد كوتا لا أنزلوتي أمد مدى وابريه ودح يسوي بعد مدى حمر شاب هيا وها كسو تاجن لبعد دغح oo la yaabo ama laga yaabo in ay markiiba ay soo dhacaan halkaasii ay marayaan dadweyne fara badan iyo waliba caasiyaasha iyo baabuurta fudfudud ee lagu raaxaysto hase yeeshee waxaa la isweydiinayaa labada dhagax midna waa degmada waaberi midna waxay ku sugan tahay degmada xamarjajab balse waxaan sugaynaa labadaas dhagax inta aysan soo dhicin bal in wax laga qabto hase yeeshee waxaa ka sii daran oo ka yaab badan in qashanka lagu soo buuxinayo ay waddada xirayso waa buundada labaad ee buundada labaad ayaa waxaa u keenay in burburku ku dhaco gaari socday xilli habeennimo ah oo nuuciisa kaarib loo yaqaano ayaa ka soo booday hase yeeshee shilkaasi wuxuu dhaliyey in buundada labaad ay noqoto mid burbursan dadweynahana halis ku ah kuwa lugeyna ay ahaadaano iyo weliba kuwa gaariyaasha wata cabdi maxamed ali kacse faaliha qaranka universal tv muqdisho maxaa ka taqaaniin faalka wariyaasha faaliyaha qaranka qaar ka mid ah ayaa noo soo bandhigi doona fantasiyo ku saabsan falka daawasho wacan oo wanaagsan oo in waranba afmaad waa fiican alxamdulillah maanta waa soo dheeraatay maanta waa soo dheeraatay kase mudane bal waran xaaladaada maxaad u socotay maanta horta dib ma jir maartay oo armi faaliyaha qaranka iyo way fadaa maartay oo qof oo faal ii fiiri siyaasadda isbedeli مرتي او مرحله دلك جن مرحله تفهم وين مرحله دد وي فدان ول كو اوغان واه ان مركا ان غودوميو حد ربتا ميا ان ان غنعسغو انو كو فحل غنعسغو كو بخو ما ها هدان كرت معناه
موحد رتا مركا إن 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 أو أت معناها جناش مركب تاذا معناها معناها قابك وش قيلها جناش قليك من تايم ما مجر ولا محارب تمرك سياسة بابك وفرين ما أنت أربع واه بابك وفرين سياسة مين سياسة ولا أنصار كان أنكو جاي وذات كان أنكو جاي هي 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 يا وذات كان ولبة وذات كان ولبة وح أو شيءكو ولي قد لما بينن اسلام دلي ويدا حتى اسلام مركو خيو تمن ويلا دلي اسي تمن فك 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 تمن وفك فك 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 تمن فلو تاس اي هبا نبت نبت ان فاليه واكن او وينا قرنكا فاليه قرنكا واكن اسبرتا فاليه قرنكا ما يهدون هيا باب كوفرين هيا هيا نفر 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 هذه محمورات كادو أها سياسة يا سياسة سياسة ها هيا قصدي يا طابي تاسات ربطاين لقودك واللما ها أفل الواي إجابة واي خير واي فعل الله بيلا الشيخ بيلا دانشيك توعد الله تغطى مراد كان لغويم ذي سيدا عادد هذي وان لهلي جيلي هدرا وحال الربا وذات كان مراد كان لغويم ذي إلاد بياني الصه واحد شاكتو عيان أنا كان أقود بيه إنا واي حي واي بياد إيقبو بياد إيقبو وقوها يا بياد وقوها يا واي بياد كم إلاري بياتكو أكون في عينها بياتكو أكون في عينها هاي وقبل إيه قبل وقبل وقبل وقاب قاب سارن قاب قاب سارن معناها سياسة ده يوفي عندها قاب قاب سارن تان مغطى سياسة ده يوفي عندها وأساس بياد هي وقبل أيه بيت كيس الدحادو بنشك بمبسويني واي بمبسويني بمبسويني ها هذا يسحتا هذا يسحتا هذا يسحتا هذا يسحتا بعد هذا محلي ري بمبسويني بياض هو بحر بياض هو بحر بعد هذا واحد شيء ما هي بمبسويني ديها يا بمبس كده كل كشي ضايع يا بمبس ما هي هاي ما هي حتى ومرات كاجيات الشيء عندك كل بيت سنة وأذاك أتكا هاي كله واكنك ساسو كلها ولاد كان سانو كلها هاي صح هو قبل بيات مسويني بيات مقصة درسم اسكا اهم مقصة شاكر وعدك طيب هوشان مدات كسوجس انا حتى انت ما حكا كرتك وار صح واي نينك ودم الحسين ود حير نحويها انت كصبح واكل هي نينك واكل ارك او واكل او واكل او واك مال والبع سغا ساس وحو ولا قاي واك ساي نينك مرحسن او انت مهر هين اس مربا مال كو غلغلهايو ما غرانيس اقون ما ولهدها ما تقانا ماي ها وانك كان دوا تقاندي واكل واكجرا انت واكجرا انت هي فالكان كجرنا نسوق فالكان كجرنا صف كجرا صف كجرا هنوسو كلينا هنوسو كلينا نين كان ان هلكتين لهين كركيسه مرحسن موادنا قانين او مسؤول مسؤول لمده كم وقته مقدره هاي يا مقدره ده ما قانو ما قانو كجرا ما قانو كجرا مدنو ما قانو كجرا نين كان فرحسن او مر ولبا اسك قسلايو ما تقانا اسغا او مر ولبا اسك دول عديها لان ولبا اسك قسلايو ها
adiga muraadka aad u timiday horta aan warkaas iyo faaq wuxuu ku leeyahay kooxdaada adiga oo aad xukunto amarkaama qaataan waxay isugu tagaan meeshay rabaan geedaha hoostooda iyo baararka isugu tagaan go'aan aadan ogeyn bay fuliyaan ma garatay waxa adduunka qasaana waa ninkan xiiran ninkan xiiran oo aan wax laga qaban wax hagaagaya ma jiraan ma fahamtay waxaan kuu sheegayaa marka muraadkiisa waa la helay asaga danta uu leeyahana waa la ogaaday waxaan asaga ahayn inaysan jirin uu rabaa laakiin annagu ma yeelayno ma garat waxa waaye marka ruuxaantiya loo adeejiha waa laga shaqeeyaha insha allahu tacaala meelaa laydinka saaraya muraadka helay maa muraadkaada waa helaysaa laakiin hadda wax aad gacanta ku haysa male aslanba wax aad gacanta ku haydo oo cad oo madow ma jiraan adiga dadkaadii meeshay rabaanay tagaan waxay rabaanay ku subsadaan adigana waa kaa dhuntaan waa kaa cararay horta saasuu ku leeyahay wadaadkan faalihu saasuu ku leeyahay laakiin nasiibkaana waa qabtaa laakiin waxaad gacanta ku haysa ma jiraan ku yihi laakiin nasiibkaana waa qabtaa waxaad gacanta ku haysa nasiibka qabta walna gacanta magahaayto ulajeedida ilaa hadda ma fahansiinay ana hadda war ninkan waa garanaysaa adiga ma ka cabsanaysaa ninkan ninkan xerada meel walba ka soo galaayo oo ku galgalahaayo wuxuu doonayaa ninkan faraxa badan iyo adiga inaadan waxba ka noqonina meesha ma garatay inuu isagu wax walba gacanta ku qabto rabaa waa kan waa kan xeradan waa ku jiraa tanna waa ku jiraa tanna waa ku jiraa fara badana ninkan oon layska qaban wax daawo ah ma dhalanayaan nasiibkiinaad qabtaan nasiibkiinaad qabtiin kowdhe xagga siyaasadda nasiibkiinaad ku qabtiin maqlaysiin faalkuna saasuu sheegaa odaga wixiisa soo habeey annagana soo habay nasiibkaaga kaasho jeega kiinsaxiye jeega mar walba iska war haayaan nambargana kuwan kiinka dhiibe insha allah hay baabura intii integen war isii waa dira duqaas waa dira haye aniga saan kuula shaqeyhaa iyo la shaqey haye wixii oo akoon ama daqliona soo galan xaggeyga ha ahaato ayay kaa isaysaysta mugta ayaga waxba naga ma gelina laakiin annaga waxbaan waana u sheegaynaa mugta anakatusays hadda runtaad u sheegta ilaa beenaha sheegaya laguma dhihi kara mugta laftigaagee hadii laguma dhihi kara marka wadaadkii yaraayo waxaa tahay oo wixii noo sahwbeenaha sheegaya cid ku dhihi karta mid berina waxaa noo imanay xiiran waa noo imaana qoslay waa noo imaana qorshiga ka cun masha allahu taala wixiiga isii wixiina waa ka haaya ila cun wixna iyo haysido kuwaasna iga islaamahana fasax waaye annaga siyaasadda leen u faalayna hadda kadib wax islaama iyo u faalayna male saxiya nooga baxay rida socda maydan helina maydani kayde adeerow gabadha soo daaye barabe maxaa keenay in hay-adaha gargaarka ay macaawinada ku soo beegaan wakhtiyada ay soo go'aan dalagyada beeraha Soomaaliyeed inta kale ma dhakan yihiin jiirada may ku jiraan markii oo macnaha oo dhibaatada la maraayo la rafaadsan yahay baabaa dhibaatada shiddada roobka luuqay ku jiraan dalagyada markii soo go'aan diyaar waayo inkastoo aan maqlin wixii macaawina xataa badarkii xagga laga keeni lahaa ama raashinkii inta laga keeni xagga laga keeni lahaa xataa war aan la hubin in ayaga ay ka gadi doonaan run allah ugu dhigo laakiin su-aasha meesha taala waxa waaye maxaa ku soo beegay wakhtiyada ay soo go'ayaan dalagyada beeraha Soomaaliyeed hay-adaha gargaarka waa su-aal aan iga weyn oo wejiga daaliheysa qodobkaas waxaa noo hayo wadaygayga cabdi cabdile waaye faaliyaha qaranka cabdi muriidi cabdi qaran tribal e cabdi maxamed elgacse cabdi maxamed jucuf waa la daciisanya waxaad mooddaa in dadkii barakacayaasha ahaa
magaalada ay la qabsadeen sababta oo ah halkay ka yimaadeen xitaa haddii loo xoreeyey oo ciddii ay ka cararayeen xoog looga xoreeyey ma doonayna inay u noqdaan waayo waxay isbadeen ay ma ay ka dhigteen hanti gargaarka ay siiyeen gargaar bixiyayaasha kaas oo ayaga dib u dhac u ah waayo dhulbeereedkoodii oo ay weligood tabcan jireen oo saraaxa noqday wuxuu iminka isu bedelayaa geedo jaam baa ka soo baxaya oo duur buu u noqonayaa marka hay-adaha gargaarka bixiyo waxay ku soo beegaan mucaawinada ay siinayaan dadka masaakiinta ah ama beeraleyda ah marka ay beerahooda soo go'aan si uusan badarkii cusbaa u gedmin oo uusan suuq u yeelan waayo kanoo ka raqiisan ayaa suuqa yaallo badarkii lagu tabcay lacagta ama xoogga badan ku baxay wuxuu noqonayaa meel cidla uu ku soo dhacaya sidaa darteed waxaa guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane cabdulqaadir siidi mar uu hadlaya wuxuu yidhi hay-adaha gargaarka bixiyo raashin ugama baahnin annagaa soo saaranayne ha nagu caawiyeen qalabka beeraha wax looga soo saaro iyo abuurka tayaysan iyo dawada cayayaanka hooska cuna beeraha disho qalabkii ayaan u baahannahay mucaawinadaasi annagu waa soo saaranaynaa tacabkaaan soo saarnay ayaana dalkeenna ku filan sidaa darteed waxaan leeyahay dadka barakacayaasha ah ha cidlaynina hantidiina maguurtada ah oo beeraha ahow aad dhaqanka u leediyiin abka abna aada soo tacbaydeen adinkuna aad ku ilbo korsataan mucaawinada qolada gargaarkana waxaan ka codsanaynaa inaysan ku soo beegin xilliga saddex biloodlaha ah oo fasalku soo go'o oo ay keenaan waqtiga beeraha la abuuraayo hadday keenayaan laakiin beeraleydu weli waxay u dhuundaloolaan oo ayan ka maarmaynin in laga caawiyo xagga dawada cayayaanka abuurka waxyeeleeya beeraha iyo qalabka cagafcagafyada iyo wixii la mid a di maxamuud shacaf faaliyaha qaranka universal t v muqdisho dhaantada dhaantada dhaanto cay ma aya idinka cay ma aha maxay isoo kuurosaani macay ma aha dhaantada dheel waaye cayaaraha hidaha iyo dhaqanka kuwa aan ku faano ayay ka mid tahay dhaantada waa cayaar ay soomaalida can ku tahay cayaartaas ayaa haatan isku bedeshay western ama heer galbeedka cayaartii dhaantada waxay isku bedeshaya lagu dhahay western ama heer galbeedka aaba dhaanto ama dhaanta yaa xadi kaale acuudu billaahi si loo mootiya ariboorka dhaantada markii la qaaday cawanimo maxay saareen dhaantadii waa aboo dhaantadii heer galbeedka ay jirtaa dhaantadii dhanaaba heer galbeedka jirtaabe haddana waxaan itusaa dhaantadii soomaalida caanka ku ahayd oo heer galbeed ahaan loo isticmaalooyo iska fiirihe ishaa fool ku taalahe
hidayayaal ii jeedayaal ii xiisayaal ii dhararayaal abbaayayaal aboowayaal aabo aabayaal hooyayaal eedayaal abshaxanyaal awuulanyaal awootayaal asxaabyaal dalka joogayaal dibadda joogayaal faqriyaal taajiryaal sakhiiryaal kabiiryaal barnaamijkeenii unuka maleynihi idinkaa leh barnaamijkiinii cawada faaliyaha qaranka ajoogsaninihe waxaa laga yaabaa gadaal ah lama haba inaan ka helo ajoogsanina horta inta hadda aan arkooyo kombyuutarka waa ma ilaa waa nii madadaali lahay aniga laakiin kombyuutarkan kiisubi jiiradan ugalaa jiirada hal ahaan la soo saaray saacadahan oo kale waxaad iga barateen oo aad iga sugtaanba waa al-abwaan maki xaaji banaadir burfula banaadir oo inoo akhriyo wargeysyada iyo waxay qoreen maki xaaji banaadir ku soo dhowow mahadsaned cabdi muriid dheere ajakes bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa mar kale iyo barnaamijkii wargeysyada oo xiliyadan oo kale aad ka daawan jirteen tv ga caalamiga ee universal daawadayaal toddobaadba waxaan idin soo xulnaa amaba aan idinka soo dhex saarnaa wargeysyada faraha badan wargeys aan isleenahay daawatada kolkay indhaha maryaan amaba ay akhristaan amaba loo akhriyaba way ka wada maqsuudi doonaan haddaba toddobaadkan waxaan soo qaadanaynaa wargeyska la magacbaxay inteen ka baxnaa meel alla wargeyska inteen ka baxnaa meel alla wuxuu ka mid yahay wargeyska ka faallooda dhibaatooyinka la soo dirsa bulshada soomaaliyeed kolkay dibadaha joogaan iyo kolka ay ku sugan yihiin gudaha dalkooda ayuu yidhi wargeyska inteen ka baxnaa meel alla bugiisa koowaad wuxuu ku daafuray soomaalida allah u gargaaro allah u naxariisto waa miskiin dibadaha way ku dhibaataysan yihiin way ku baadilan yihiin way ku baaba'san yihiin kuwa ay dad moodeen oo ay daris moodeen oo ay hiilo uga baahdeen ayaa waraabadadow ku noqday ayuu yidhi wargeyska inteen ka baxnaa meel alla nasiib daro waxaa ah ayuu yidhi soomaalida dibadaha ha ku soo dhibtoodaanuu yidhi ileen dalkooda ma aha laakiin dalkooda inay ku madluumaan amaba joogistiisa ay ka aamin baxaan waxay u ekaanaysaa ayuu yidhi soomaalida inay tahay qorigii labada dhinac ka gubtay oo iminka arrintoodana ay ku dambayso inteen ka baxnaa meel allaa ayuu ku soo gebagabeeyey wargeyska qormadiisii maanta iminkana wax ka baro suugaanta iyo mahmaahooyinka soomaaliyeed waxaan soo qaadanaynaa gabaygii ducada ahaa waayo soomaalida xilligan waxay u baahan tahay allah subxaana wa tacaalaa in ay barido in ay tuugto in ay laazinto baryada eebbe maxaa yeelay allah subxaana wa tacaalaa isagaa wada nabadda isagaa barwaaqada wada isagaa farxadda wada ogow haddii aad farxad aragto oo hinna waad arkaysaa ileen mahmaah baa odhanaysa beri ku tasho maanta wax makaa dhibtee marka aan gudagalno gabaygii ducada ahaa digtoonaada soomaaliyeed dalka axwaashiisa dib inaad u eegtaan mar kale danyarta xaalkooda isku daya allah deeq baxshee dejiya laabtiina halees dilo dowmaahee midyaha ku celsha daabkooda dib u fura dariiqyadii nabadda gogoshii daaweynta waxaan nahay dadaan kala dhaceen duul walaal ahoo diin iyo caqiid iyo hiddaba ku kala duuneyne dulqaad iyo inaad muujisaan dibicsanaan waarta isku daya allah deeq baxshee dejiya laabtiina
هلس ديلو دو ما هي مديها كوعل شداب كودا دب أفرا داري غيري نوادا غوغوشي داوينتا دل كيغا اللو نو حسيلي دائن باتاية دد كيغا اسوافجي اللو دائن باتاية مغالا دا انو ديجي اللو دائن باتاية مندر خير اللو نوغو ديغ دائن باتاية دب كنشيدن اللو نغا بغتي دائن باتاية ساندونين نويل اللو دائن باتاية دلب كينا نوفولي اللو دائن باتاية دنبي داف اللو نو هوي دائن باتاية نوات عام اللو نو ديغ دائن باتاية دعا دينا ايبو عجيب دائن باتاية امن كنا سدح دي مهما وحان كبلا بينا لداي لداي اسمود موت كماهيني لابتا واسكا تقانا خوف كات سيرتي سبيحي ويسد صاحب كيسا لدايا سيحون وشيك سيحر واكدرين يهي انتاسي ايام كسو قبو قبينينا ورقسي دا لنا كامرا دا يفرس مدو حيق ساعدي ويلكي قوليت انيوا برفول بنادير ايا ايش سو مريه هلكن نكسو تشيدين يهي وانو تضوات يذا دنبي هدو على اتمو انت كوريس انو واسكو دوان محنا دو كلا فينا نو الدين نو الكل انت امان الله ايو امان الرسول ساعدان لغا بلاو وفسح انتهين قبرتي عشكري هيسو تي مو في دويسو كي عمبولك او عمبولك ريهيسو دوقا هدي كتاق نيدوس عشي هايو اصحاب الباشالة سوهري باشال كين ووذا كرتين جيران كا سوهرين واسك بيحي كرتين وهوي كرتين فاليا خرنك عوضا انتا سونا قودا ماذي برنامج كا فاليا خرنك مروال با وحا الى وضا بهوينتا فاليا خرنك وحا كميد ان الابوان مكي حاج بنادر الابوان عبدي محمد جعف عبدي محمد الكعسي فارح علي وهليه محمد عبد الله اما محمد عبد الله امنه مع امنه مع عبد الله يو امرا نكتا مغعيغا وا اني غا ديمان ناخودها كابتنكا أني كلجي مدني حتى واحد من إن نكي نك مدام دالين يرى له واي دالين يرى واي وويلك أتاعن مرولبا برنامج كفاليها خرنكا إنه ضو أيك جو أنتهي جيفنين هو ينين هرسنين عنين عبين معبودو اللهم أتريبة وقولت عبد السلام خاري قولت يرى أصل دبتا أصل دانجستا أصل دوبا وساعد أونا سمعيا فرسمدنا واسيكا إيو أنيكا ومجيئيكا ليرا دو روبط دور رنحية فيرسو أو كفايديسو فاليها قرنكا فرتها اسكو فيقين فاليها قرنكا كوبفورة فاليها قرنكا فكردوه صوبان ديكيو وامدان وحفوغينينين وامدان وحفعلين وفلاقين تفاهن كينا فرتها اسكو فيقين فاليها قرنكا كوهما فوررى فريسو او فيرسو فافاهينا دا فاليها قرنكا فرتها اسكو فيقين فاليها قرنكا كوهما فوررى فكر كاغا وامهيم فاليها قرنكا.